بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 65. بسم الله الرحمن الرحيم. من شروط صحة الزكاة أن يكون في المذبوح حياة مستقرة، فإن كان فيه حياة غير مستقرة على سبيل الزوال كحركة المذبوح فهذا لا تنفع فيه الزكاة، لأنه ميت بالإصابة. فلو أصيب حيوان ثم أدركه وفيه باقي حياة لكنها حياة على سبيل الزوال، مثل حياة المذبوح الذي يتحرك، فهذا لا تنفع فيه الزكاة، لأنها ليس لها مفعول فيه. وضرب لذلك مثلا بالشاة، لو أنها عدا عليها الذئب وخرجت أمعاؤها ومصارينها، شق بطنها فخرجت أمعاؤها ومصارينها، هذه الحشوة تسمى، فهذه ميتة، لأنها لا يتصور أن يبقى لها حياة مع ظهور مصارينها وأمعائها، فلو ذكاها لم تنفع فيها الزكاة. هذا كلام الفقهاء، ولكن هناك من العلماء من يرى أنها إذا أدركت وفيها حياة ثم ذبحت فخرج منها الدم الذي يشخب من الأوداج بقوة، فهذه تعتبر مباحة. إذا خرج منها دم مثل ما يخرج من الذبيحة فهذه تعتبر مباحة، لأن هذه هي حقيقة الزكاة، وهو الدم الأحمر القوي. فالعبرة بنوعية الدم الذي يخرج منها إذا ذبحها، إن كان دما متجمدا ومتخثرا فهذه ميتة لا، وإن كانت تتحرك. أما إذا كان الدم قويا ويشخب ويخرج بقوة فهذه علامة الحياة، فإذا ذكاها حلت. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهذا قريب، وأيضا هو علامة واضحة. نعم. لو بدأ الزكاة من لا تحل زكاته كالمجوسي والوثني والمشرك، ثم جاء شخص تحل زكاته كالمسلم أو الكتابي فكمل الزكاة، فالعبرة منهما بالذي تكون زكاته مجهزة عليها. فإن كانت زكاة المجوس ونحوه هي المجهزة لم ينفع من يأتي بعده، وإن كانت زكاة من تحل زكاته هي المجهزة عليها بقي فيها حياة بعد المجوس فهذه حلال لوجود معنى الزكاة. نعم. إلا ما ذكيتم، هذا خطاب للمسلمين،
فدل على أن غير المسلمين لا تحل زكاتهم إلا أهل الكتاب، فإنهم مستثنون في قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بطعامهم ما ذبحوه، نعم، ما ذكوه، نعم. وفي حديث جارية الكعب أنها خصيفت شاة بمرضها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذوها، سواء كانت مرضات إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش في علوم الآية والخبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يسند ولم يستقصد. قال الإمام أحمد في بحيرة. هذا الحديث فيه أن جارية كانت ترعى غنما فعدى الذئب على واحدة منها فأصابها، فجاءت الجارية وأخذت حصاة محددة فذكتها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها مع أن الذئب قد أصابها لأن الجارية أدركتها وذكتها، أدل على أن ما أدرك وفيه حياة بعد الإصابة وذكي أنه حلال، أنه حلال ولا تضر الإصابة، نعم. قوله تعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، نعم. قال الإمام أحمد: في بهيمة الحقر بهيمة حتى تبين فيها آثار الوقت ما أن فيها قروح، فقال: إذا مزعت بذنبها أو طرحت بعينها وسال الدم أرجو بها الله أن لا يكون بأكلها بأس. هذه فتوى الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن شاة أصابها الموت فأدركت وذكيت قبل أن تموت، فقال: إذا كانت مصعت بذنبها يعني حركت ذنبها أو طرفها يعني حركت طرفها وسال منها دم، سال منها دم، فأرجو أن تكون حلالا، لأن هذه علامات الحياة الحركة وسيلان الدم. أما لو ذكيت ولم يسل الدم، خرج منها دم لكنه لم يسل وإنما دم متجمد أو متخثر كالذي يخرج من الميتة، فهذا لا يعتبر، نعم. وسئل الإمام أحمد عن شاة بريضة خافوا عليها الموت فذبحوها فلم يعلم منها أكثر من أنها طرحت بعينها فحركت يدها أو رجلها أو جلدها بطعن فنهرت له، فقال: فلا بأس. مثل التي قبلها، شاة مريضة اشتد بها المرض فذكوها، حركت رجلها أو طرفها ونهر منها الدم يعني سال منها الدم فأفتى بأكلها، نعم. وقال بعض أصحابنا: إذا انتهت إلى حد لا تعيش معه بل تضح بالفشاة. ونص عليه الإمام أحمد فقال: إذا شق فيه وقنها فخرج قصبها فذبحها لا تقتل. خرج قصبها، نعم. خرج قصبها فذبحها لا تقتل. وقال: إن كان يعلم أنها تموت بحق السفر فلا تقتل وإن ذكاها. هذه الرواية الأخرى وهي التي عليها كتب المتأخرين من الحنابلة أنها إذا كانت الإصابة بليغة قاتلة فإنها لا تنفع فيها الزكاة ولو تحركت، ولو أن هذه حركة موت، لكن الرواية الأولى أصح للأدلة، نعم. وقد يخاف على الشاة الموت من الذلة يقول: فرق بين الشاة المريضة والشاة المصابة إصابة بليغة، لأن الشاة المريضة يمكن أن تشفى وتعيش، الزكاة تنفع فيها ولو كان مرضها شديداً،
أما المصابة إصابة بليغة فهذه نعلم أنها تموت بالإصابة فلا تنفع فيها الزكاة. لكن الضابط الذي ذكره الشيخ تقي الدين ضابط قوي، وهو العبرة بخروج الدم بقوة وجريان ودفق، هذه حلال. أما إذا خرج الدم من غير أن يسيل ومن غير أن وكان أسود وهو أحمر فهذه لا تحل، لأن هذا دم ميتة. نعم. قال شيخنا يعني الموفق، موفق الدين بن قدامة شيخ الشارح، شيخ الشارح. نعم. الأول أصح، وهو الذي سبق أنه إذا أدركها وذكاها تحركت أو وجد منها علامة الحياة فإنها تحل، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. وقال شيخنا والعمر أصح، لأن عمر رضي الله عنه انتهى به الدور إلى حد علم أنه لا يعيش وصحت وصاياه ووجدت عليه العبادة. عمر رضي الله عنه لما طعنه المجوسي وأصابه إصابة علم أنه لا يعيش بعدها، ومع ذلك عمل بوصيته، أوصى، استخلف أبا بكر، استخلف الستة الذين عهد إليهم أصحاب الشورى، استخلفهم على أن يختاروا إماما للمسلمين عهد إليهم، فعمل بعهده وصار الأمر إلى أهل الشورى رضي الله عنهم، اختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأيضا هو كان يصلي في هذه الحالة، فصحت منه العبادة وهو في هذه الحالة، فهذا دليل على أن الإصابة البليغة أنها لا تعتبر موتا، فما بعد إذا بقي بعدها حياة فإنها تعتبر، فلو ذكيت الشاة حلت. نعم. حديث الجارية التي كانت ترعى الغنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوها، أنا واضح. نعم. وما رويناه عن الإمام أحمد في الصحيح أنها إذا كانت تعيش زمانا يكون الموت في الدفن أسرع منه حلا في الدفن، والله أعلم. هذا ضابط آخر، يقولون إذا أصيبت ثم ذكيت ينظر، فإن كان موتها بالإصابة أقرب من موتها بالزكاة فهي حرام، وإن كان موتها بالزكاة أقرب من موتها بالإصابة فهي حلال، يعتبر الزمن، يعتبر الزمن. ولكن الذي ذكره الشيخ تقي الدين أن العبرة بنوعية الدم الذي يخرج هذا أقوى. نعم. مسألة، وأما العقد فهو الجرح في غير الحلق واللقبة والشرف. سبق أنه يقول إن أنواع الزكاة ثلاثة: ذبح ونحر وعقر، فالمتمكن منه هذا يذبح أو ينحر، يكون زكاته في الرقبة، إن كان بعيرا ففي نحره، وإن كان بقرة أو شاة غير ذلك فإنه يذكى في حلقه، هذا الزكاة ويسمى الذبح. أما العقر فهذا يكون في الشيء الذي لا يتمكن منه كالبعير الشارد والحيوان الواقع في البئر والصيد، هذا لا نتمكن من تذكيته لا بنحر ولا بذبح، فهذا زكاته بإصابته في أي موضع كان من بدنه، فإذا رماه بسهم أو برمح أو ببندق اليوم في الوقت الحاضر بالرصاص، أطلق عليه الرصاص فأصابه ومات فهو حلال،
هذه زكاته، زكاته عقره في أي موضع كان من بدنه، لكن يشترط أن يكون الذي رماه به محددا ينفذ فيه، فإن رماه بشيء مثقل وأصابه ومات لم يحل، لأن هذا وقيد، هذه الموقولة. نعم. مسألة، وأما الأحرم فهو الدخل في غير الحق في غير الحق أو الإكراه، وشرع في كل حيوان محجوز عنه من الصيد والأنعام، لما رواه ابن الخديج رضي الله عنه قال: إن بعد النبي صلى الله عليه وسلم تنجب عير وكانت القوم خير يسيرا فقرأتوه فعليها. نعم. لما رواه ابن الخديج رضي الله عنه قال: ثم مع النبي صلى الله عليه وسلم فنهد بعير ند بعير يعني شرد. نعم. وكانت القوم خير يسيرا فطلعتوه فأعياه، يعني لم تدركه الخيل التي معهم. نعم. فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد الأوابد الوحش، فما خلقكم منها فاصنعوا به هكذا. اتفق عليه. لما لم يتمكنوا من إمساكه رماه رجل بسهم فحبسه، يعني أصابه وأدركه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا وقال: ما ند من هذه البهائم وعجزتم عن إدراكه فاصنعوا به هكذا، يعني ارموه بشيء يجرحه وينفذ فيه، يكون هذا زكاة له، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. نعم. وحرم القول في بعض الجهود. نعم. وحرم القول في بعض جهود الأنصار، فضربه رجل بالسيف وذكر اسم الله عليه، فسئل عنه علي فقال: زكاة وجبت، فأمرهم بأجله. نعم. وقرأت تعير في بئر فتكفي المبتدئ في آكلته وفي عند 20 درهما، كذلك الذي يسقط في بئر فذكاته في أن يرسل عليه شيء يجرحه في جسمه، فإذا مات بالإصابة فهو حلال، لأن هذا ما يمكن في تذكيته، لأنه لو تركوه مات في البئر. نعم. نعم. مسألة، ولو ترك بعيره في بئر فتعثر نفسه فترك في أي موضع من جسده فمات حبل عبده في ذلك. لو ترد بعيره في بئر. نعم. فتعثر نفسه فترك في أي موضع من جسده فمات حبل عبده لذلك. نعم. كتاب الصيد. نعم. مسألة، يعني الصيد سبق كثير من مسائله الزكاة، والصيد معناه صيد البر، صيد البر وهو الحيوان المتوحش طبعا، حيوان المتوحش طبعا كالظباء وسائر أنواع الوحش الذي يحل أكله، فهذا غير مقدور على تذكيته، هذا غير مقدور على تذكيته، فهذا يحل بأحد أمرين: إما بإرسال السهم عليه ورميه، فإذا أصابه ومات فهو حلال بشرط أو بشرطين. الشرط الأول أن يذكر اسم الله عند إرسال السهم، عند إرسال السهم يذكر اسم الله. الشرط الثاني أن يكون الذي أرسله عليه محددا كالسهم والرمح
والرصاص كن محدد يجرحه بحده، فإذا كان كذلك حل. هذا واحد. الثاني أن يرسل عليه الجارحة الجوارح ما علمتم من الجوارح، وهي الكلاب والطيور، الطيور التي يصاد بها كالبازي والصقر والشاهين التي تصيد بمخالبها، أو الكلب الذي يصيد بنابه كلب، فيحل ما قتلته الجارحة بشرطين: أن يذكر اسم الله عند إرسال الجارحة، وأن تكون هذه الجارحة معلمة، وما علمتم من الجوارح، معلمة يعني مدربة على الصيد، وتصيد لصاحبها لا تأكل مما صادت، لقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فتدرب بأنها إذا صادت الشيء تحتفظ به ولا تأكل منه، فإن كانت تأكل منه فإنه لا يحل، لأنها ما صادته لصاحبها وإنما صادته لنفسها، فهذه لا تحل، هذه تسمى غير معلمة. المعلمة هي التي لا تأكل إذا صادت. فإذا ذكر اسم الله عند إرسالها وكانت معلمة وصادت شيئاً ومات بإصابتها له فإنه حلال. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وما علمتم من الجوارح، هذا شرط أن تكون معلمة. فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا شرط ثاني، أن لا تأكل مما صادت بل تبقيه لصاحبها. الشرط الثالث: واذكروا اسم الله عليه، يعني عند الإرسال. هذه الشروط يحل صيد الجوارح. نعم. مسألة: كل ما كان ذبحه من الصيد لم يباح إلا بذبحه. أما لو أدرك الصيد، يعني أصابه بالسهم أو بالقذيفة أو بالجارح لكن أدرك فيه الحياة، فهذا لا يحل إلا بذكاة، ما تكفي الإصابة، إنما الكلام الذي يموت بالإصابة هو الذي يكون حلال بالشروط التي ذكرنا. أما لو أدركه وفيه حياة فلا بد من ذكاته، فلو تركه حتى مات لم يحل. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الذين يصيدون، يمسكون الطيور وهي حية، أو الضباء أو الأرانب وهي حية، ويتركونها حتى تموت، هذه لا تحل، لأنه أمكنهم أن يذكوها فلم يذكوها، فلا تحل. نعم. مسألة: كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يباح إلا بذبحه. نعم. وقد سبق ذكر المحدود على تذكيته: أما المقبول عليه فلا يباح إلا بالذبح بلا خلاف بين أهل العلم. بلا خلاف، حتى صارت المسألة شديدة جدا، صار بالإجماع أنه ما يحل، ما أدركه وفيه حياة فإنه لا يحل إلا بالزكاة، ولو كان صيدا، لأنه بعد ما حبس صار لا يتمكن من الهرب، صار مثل الحيوانات الأهلية، لا بد من الزكاة. نعم. وقوله عليه السلام في حديث أبي: فإن أدركته حيا فاذبحه. وهذا دليل: ما إن أدركته حيا فاذبحه. نعم. مسألة: مات هفا وذكره فمات بحقه حل بشروط ستة. نعم. ذكرنا منها ثلاثة في الزكاة وقد مضى تحليلها. ثلاثة شروط الزكاة السابقة. نعم. والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما، ولا خلاف في اعتبار هذا الشرط، يكون معلما يعني مدرب على الصيد، والمعلم يقولون هو الذي يسترسل إذا أرسل، ويمسك أو يقف إذا زجر، إذا زجر وقف،
وإذا أمسك لم يأكل مما صاد. هذا هو المعلم. ما توفر فيه ثلاثة شروط: أنه يسترسل إذا أرسل، وأنه يقف إذا زجر وقيل له قف، والثالث أن لا يأكل مما صاده، قوله تعالى: مما أمسكنا عليكم. نعم. أما ما أمسكه لنفسه فإنه لا يحل. نعم. والأصل فيه قوله سبحانه: وما علمتم من الجوارح مكلمين. علمتم يعني دربتم. نعم. وعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. نعم. كلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه بهذا الشرط، يعني يذكر اسم الله عند الإرسال، أن يعني يقول بسم الله عند بداية الإرسال. نعم. وروى أبو ثعلبة البجلي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنا بأبو صيد إنا بأبو صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم، أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه يعيش في أرض الشام، يعيش في بادية الشام، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيد بقوسه ويصيد بالجارحة. نعم. إنا بأرضي، قلت: يا رسول الله، إنا بأرض صيد. بأرض صيد. نعم. أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما يصلح لي. قال: أما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فقل. اشترط على حل ما صاده بالسهم أن يسمي عند إرسال السهم، أن يسمي عند إرسال السهم، فإن لم يسمي لم تحل. نعم. وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل. بشرطين: المعلم وذكر اسم الله عليه. وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فقل. متفق عليه. أما غير المعلم فلا يحل إلا إذا أدركه وهو حي وذكاه، أما إن مات بإصابة الكلب إنه لا يحل لأنه غير معلم، يعني غير مدرب على الصيد. نعم. مسألة: ويعتبر في تعليمه ثلاثة أمور. تعليم الكلب ثلاثة أمور: أن يسترسل إذا أرسل، وأن يقف إذا زجر، وأن لا يأكل إذا أمسك. نعم. إذا أرسل. أما إن كان يروح هو بدون أنه يرسل يصيد هذا ما يحل، لو كان الكلب ينطلق هو من نفسه ويصيد هذا ما يحل إلا إذا أدركه وهو حي وذكاه. نعم. إذا أرسل استرسل وإذا زجره زجر، يعني أمره بالوقوف. زجره يعني أمره بالوقوف، يقول له كلمة فيقف ولا يذهب، يفهم أنه يريد أنه يقف. أما إذا كان ما يبالي ولا يسمع الكلام هذا غير معلم. نعم. وإذا أمسك لم يأكل إذا كان كلبا أو فهدا. إذا كان كلبا أو فهدا، الفهد نوع من الجوارح، نوع من الجوارح مثل الكلب، بل هو أحسن من الكلب. وأما إذا كان الجارحة طيرا يشترط فيه شرطان، اشترط فيه شرطان: أن يسترسل إذا أرسل، وأن لا يأكل، أن يسترسل إذا أرسل وأن يقف إذا زجر. أما الأكل فهذا لا يشترط لأن الطير ما يعرف التعليم هذا، هو مثل الكلب، الكلب أذكى يعرف إذا درب يتدرب خلاف الطير. نعم. ويتكرر هذا منه مرة بعد أخرى. نعم. وأما وإذا أمسك الكلب فليأكل هذا الكلب إذا كان كلبا أو فهدا. نعم. ويتكرر
تمامة بعد أخرى حتى يصير معلما في حكم العرف. نعم. ولا يعتبر ترك الأكل في الطائر. الطائر ما يعتبر، ما يشترط ترك الأكل، لو أكل حل ما صاده، لأنه لا يعرف تعليم ترك الأكل خلاف الكلب. نعم. لأن تعليمه بأن يأكل عند أهل العرف بذلك. نعم. أي أكل غير الطائر والصيد لم يباح في إحدى الروايتين. إن أكل غير الطائر يعني الكلب. والثانية يباح. نعم. روي ذلك عن جماعة من الصحابة بعموم قوله: أكلوا مما أمسكنا عليكم. وكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا دليل أنه إذا أكل إنه لا يكون ممسكا لأهله، وإنما يكون ممسكا لنفسه. نعم. وعن أبي ثعلبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبت كلبك معلما وذكرت اسم الله عليه فقل وإن أكل. ذكره الإمام أحمد وأخرجه أبو داود. نعم. الرواية الأولى أنه لا يحل ما أكل منه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلق وذكرت اسم الله فقل ما أمسك عليه. قلت: وإن قال: وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أقرب أن يقول إنما أمسك على نفسه متفق عليه. هذه أصح، إذا أكل فإنه لا يكون أمسك لك وإنما أمسك لنفسك. الله تعالى يقول: مما أمسكنا عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. نعم. وأما الآية فإنها تتناول ما أمسك عليها، وهذا إنما أمسك على نفسه، يعني هذا كما يفهم، كما هو دليل مدلول الحديث هو مدلول الآية أيضا. نعم. وحديث أبي ثعلبة قال الإمام أحمد: يختلفون فيه عنه شيء، وعلى أن حديث عدي فصح. حديث عدي في الصحيحين يقول متفق عليه، أما حديث أبي ثعلبة ففيه كلام فيقدم الصحيح. نعم. وعلى أن حديث عدي فصح لأنه متفق عليه. نعم. ولا شك أنه إذا تعارض حديث مع حديث أصح منه أنه يقدم الأصح. نعم. وعدي بن حاتم أضبط ولفظه أبيض لأنه ذكر الحكم والعلة. نعم. وقال أحمد: حديث الشعبي عن عدي من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشعبي يقول: كان جاري وربيعي حدثني والعمل عليه. لا. الثاني هو لا، حتى لو متفق عليه حديث عدي أصح منه. نعم. الحديث الصحيح إذا خالف ما هو أصح منه يقدم الأصح، وإن كان كل منهما صحيح. نعم. فما رواه إذا كان الحديث الصحيح هناك حديث أصح منه رواه جماعة أكثر من الذين رووا الأول، يقدم ما رواه الأكثر على ما رواه الأقل. نعم. الثاني وهو الخامس: أن يرسل الصائد من بسيط فإن استرسل بنفسه فقتل فليباح صيده. نعم. الثاني وهو الخامس من الشروط، يعني الخامس من الشروط. أن يرسل الصائد المصيد فإن استرسل بنفسه فقتل فليباح صيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يرسل الصائد الجارحة فإن استرسلت هي بنفسها من غير أن يرسلها صاحبها وصادت وقتلت الصيد فإنه لا يحل، لأنه لم يرسله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أرسلت كلبك، دل على أنه إذا استرسل هو بدون إرسال أنه لا يعتبر. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فأرسل إليك فقل،
فلو أن الجارح رأى صيدا فانطلق وصاده صاحبه ما أدري وقتله لم يحل لأن صاحبه لم يرسله. نعم. ولأن إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح ولهذا تجرى في التسمية معه. لأنه إذا استرسل بنفسه فإن صاحبه لم يقصد هذا والذكاة لا بد فيها من القصد. وثانيا أنه يشترط التسمية فإذا استرسل بنفسه لم توجد التسمية. نعم. الثالث وهو السادس أن يقصد الصيد فإن أرسل سهمه يصيب به مرضا ولا يرى صيدا لم يباح لأنه لم يقصد. من شروط حل الصيد أن الصائد يقصد الصيد أن يرسل جارحه إذا رأى الصيد فإن أرسله وهو لا يرى صيدا ولكن صادف الجارح صيدا وصاده لم يحل لا بد أن يكون عند إرساله يرى الصيد ويقصده. أما إذا أرسله بدون أنه يرى صيد ثم صاد وقتل لم يحل. نعم. لأنه لم يقصد رميه عينا فأشبه من نصر سكينا فانذبحت بها الحاجة. نعم. مسألة ومتى شرط في الصيد ما لا يباح قتله مثل أن يشارك حلفه أو سهمه كلب أو سهم فعلم له ترسله. إذا اشتبه الأمر هو وجد الصيد مقتولا لكن لا يدري هل الذي قتله سهمه أو سهم غيره أو كلبه أو كلب غيره إنه لا يحل لأنه مشتبه متردد بين الحلال والحرام فيغلب جانب التحريم. مثل ما لو وجد صيدا وفيه جراحة قديمة فلا يدرى هل مات بإصابة السهم أو الجارحة أو مات بسبب الجراحة التي كانت فيه فهذا لا يحل أيضا للاشتباه. نعم. مسألة ومتى شارك الصيد ما لا يباح قتله ولا يدرى أيهما الذي قتله هل قتله كلبه الذي سمى عليه يكون حلالا أو قتله الكلب الآخر الذي لم يسمى عليه يكون حراما ما دام أنه متردد بين الأمرين فلا يحل. كما لو وقعت كما لو رمى طائرا في شجرة وأصابه وسقط الطائر في ماء وهو حي رمى طائرا في شجرة فأصابه وسقط في ماء هذا لا يحل لأنه لا يدرى هل مات بالإصابة أو مات بالغرق فلا يحل. نعم. وفي لفظ أي وجدنا أحدا بك كلبا آخر فخشيت أن يكون أحدا معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك. وفي لفظ فإنك لا تدري أنه ما قتل أخرجه البخاري. وهذا دليل على أن الأصل في الذبائح والصيد التحريم أن الأصل فيها التحريم ولا يحل منها إلا ما تحققت زكاته الشرعية على أن الأصل في الصيد والذبائح التحريم ولا يحل منها إلا ما تحققت زكاته الشرعية هذه قاعدة عند الفقهاء. الأصل في اللحوم التحريم إلا ما تحقق أنه مذكى زكاة شرعية أو غلب على الظن بأن كان في بلاد المسلمين
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم تجلب في الأسواق ولا يدرى أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال سموا الله أنتم وكلوا. أما كان يجلب في بلاد المسلمين فالأصل فيه أنه على الذكاة الشرعية يعمل بالأصل، وغلبت الظن أن المسلمين لا يجلبون في أسواقهم إلا ما هو حلال. نعم. ولأنه شك في وجود الاصطياد المباح ورجح إلقاء حكم التحريم. على الأصل، نعم، الأصل في اللحوم التحريم. نعم. وكذلك الحكم في سهمه إذا وجد معه سهما آخر وقد قتل. إذا وجد في الصيد إصابتان، إصابة من سهمه وإصابة من سهم آخر، وجد فيه سهمان مغروزان، واحد سهمه واحد ما يدري منه له، ومات بهما، لا هذا لا يحل، هذا لا يحل لاحتمال أنه مات بسهم غيره. نعم. والأصل التحريم. نعم. وكذلك الحكم في سهمه إذا وجد معه سهما آخر وقد قتل لا يباح، لأنه إنما ذكر اسم الله على سهمه ولم يذكره على سهمه غيره. نعم. والحديث في كثير من جميعها، وفي بعض الألفاظ حديث عدي، فإن لم تجد فيه إلا أثر سهمك فقله بشده، فقله أنه وجد فيه أثر غيره لا يقتله. نعم. فاسأله. ولو رماه بسهم مسموم يعيد على قتله، إذا رماه بسهم مسموم السم يقتل، فمات لا يدرى هل مات بإصابة السهم أو بالسم، هذا لا يحل للاشتباه فيه، والأصل في اللحوم التحريم. نعم. 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 إذا أنه علم أنه ميت قبل يسقط بالماء هو حلال، إذا علم إذا بانت حشوة وهذا ميت بالإصابة، ما في شيء، ميت بالإصابة، هذا إذا بانت حشوته قبل أن يسقط في الماء هذا ميت بالإصابة. نعم. إذا أدركه وفي حياته ولو كانت قليلة يذكي، أما إذا أدركه وقد مات فهو حلال بالشروط التي سبق. نعم. مسألة. وربما بسهم مسلوم يعين على قتله ويحتمل أنه مات به لم يحل. نعم. لأن قتله بالسهم المسلوم حرام، وقتله بالسهم مباح، فقد اشتبه المحظور بالمباح فيحكم. يعني لا يدرى هل مات بالسم أو مات بالسهم، ما دام لا يدرى فهو حرام. نعم. فما مات بسهم المسيحيين ومسلم. نعم. وإطمار فقارة في ماء. نعم. وإطمار فقارة غرقة فقارة في ماء يحتمل أنه مات بذلك حرام. هذا قلنا لو رمى طائرا وسقط في ماء فلا يدرى هل مات بالغرق أو مات بالإصابة، هذا حرام، لأنه لا يعلم أنه مات بالزكاة الشرعية. نعم. لأن في بعض الألفاظ حديث عدي، وإن وجدته غائبا في الماء فلا تأكل، فإن تناشت الماء قتله أو سهمه. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أباح الله للمضطر أن يأكل من الميتة، أن يأكل من الميتة ومن أي شيء يبقي عليه حياته، من الميتة أو غيرها، أي شيء يبقي عليه حياته ولو كان محرما في الأصل، فإنه في هذه الحالة يحل له بالضرورة،
إلا ما اضطررتم إليه، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا هذا المحرم يموت، فإنه يتناول المحرم ليبقي عليه حياته. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، فلا حرام مع ضرورة، هذه قاعدة، لا حرام مع ضرورة. نعم. ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يشق به رقبه، أجمع العلماء على إباحته. نعم. لا تقرب من لا تقرب من الآخر يختلط الصوت. نعم. ومن اضطر في مخمصة مخمصة المجاعة. نعم. فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يشق به رقبه، ما يبقي عليه حياته. سدوا به رمقه يعني يبقي عليه حياته، ولا يكثر من تناول المحرم، وإنما يأخذ قدر ما يبقي عليه حياته ويدفع عنه خطر الموت، ولا يشبع يتوسع. نعم. أجمع العلماء على إباحة الأكل من الميتة للمضطر، وكذلك سائر المحرمات. سائر المحرمات، كل المحرمات تحل عند الاضطرار إليها، والاضطرار أن يتوقف حياته على هذا الشيء. نعم. وكذلك سائر المحرمات التي لا تزيل العقل، إلا المسكرات فإنها لا تحل في وجه من الوجوه، لا تحل بوجه من الوجوه التي تزيل العقل. فلو قال مثلا متعاطي المخدرات إذا لم أتناولها أموت، يقول ولا تناولها، لا تناولها، لأنها إنما تزيدك شرا، إنما تزيدك شرا ومرضا، فلا تتناولها. بخلاف الميتة، الميتة تبقي عليك الحياة وتغذيك ولا يبقى لها أثر سيء. أما المخدرات والمسكرات فهذه مفسدتها أكبر من منفعتها، وشرها يبقى، فليس في تناولها الغرض المطلوب، بل هو هرب من خطر إلى ما هو أخطر منه. نعم. والأصل فيه قوله سبحانه إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني لا إثم عليه أن يتناول من هذه الأشياء الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، لا حرج عليه أن يأخذ ما يبقي عليه حياته. نعم. ويباح له أكل ما يشق به الرمى ويأمن معه الموت بالإجماع، يجمع أهل العلم. نعم. ويحرم عليه ما زاد على الشبع في الإجماع. نعم. وفي الشبع روايتان، أحدهما لا يباح والثاني يحل له الشبع، اختارها أبو بكر لما روى جابر بن سلمة أن رجلا نزل الحرقة فنفقت عنده ناقة فقال أسلخها حتى نقدم لحمها وشحمها ونأكله، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندك علم أريد؟ قال لا، قال فخذوها ولم يفرق. رواه أبو داود. هذا الرجل نفقت عنده ناقة، يعني ما ماتت، نفقت يعني ماتت، صارت ميتة، فهم أن يسلخها وأن يقددها، جعلها قديدا عنده، يدخرها عنده ليأكل منها، ثم إنه توقف حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله قال هل عندك ما تأكله؟ قال لا، فأباح له أن يمضي ما عزم عليه من ادخار لحم هذه الناقة ليدفع بها ضرورته. نعم. فدل على أنه يأخذ من المحرم ولو زاد على ما يشبعه، يعني إذا علم أنه في المستقبل ما عنده شيء، المستقبل ما عنده شيء، فيدخر لأجل حاجته إلى أن تزول عنه الضرورة. نعم. هل الحديث اللي سمعت إيه؟ نعم. قال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا، أباح له أن يدخر هذه الناقة، هذا زايد على الشبع. نعم، دخارها زايد على الشبع.
لأنه يعلم ما جاي شيء في المستقبل. نعم. ولأنما جاز سرق القمر من جاز الشبع من كالمباح. نعم. ولئن الأولى فآية كريمة دلت على تحريم البيتة ثم استثنى منها منطوق إليه، فإن دفعت الضرورة لم يحل له الأكل كحالة الابتداء. ولأنه بعد سرق أكله من الميتة مؤقت بقدر ما يزول عنه الضرر، فإذا زال عنه الضرر عاد التحريم على أصله. نعم. ولأنه بعد سرق الرمق غير خائف بالثلث لم يجد له الأكل كغير المضطر، لكنه يعلم أنه في المستقبل سيحتاج إلى هذا المحرم لأن ما عنده شيء. نعم. يحققه أنه بعد سرق الرمق فهو رغم أن يضطر ثم لم يبق له الأكل هكذا هؤلاء. نعم. إذا ثبت هذا فإن الضرورة المبيحة هي التي يخاف منها التلف إن ترك الأكل، يعني تتوقف عليها الحياة، هذه الضرورة المبيحة ما تتوقف عليه الحياة، ولو تركه مات. نعم. قال الإمام أحمد إذا كان يخشى على نفسه أن يتلف سواء كان بجوع أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الحقة أو يعجز عن الركوب فيهلك. نعم. مسألة. وإن وجد متفقا على تحريمه. نعم. وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه لأنه أخف تحريما كالخنزير متفق على تحريمه فالثعلب مختلف فيه والقنفذ وما شاك ذلك. إذا وجد طعاما مجمعا على تحريمه كالميتة وطعاما مختلفا في تحريمه في خلاف بين أهل العلم فإنه يقدم المختلف فيه لأنه أخف، يقدم الأخف على الأشد. نعم. من ارتكاب أخف الضررين. نعم. مسألة. فإن لم يجد إلا طعاما من غيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه. إذا وجد طعاما لغيره، الأصل المال، المال المسلم لا يحل إلا بطيبة من نفسه، ولكن هذا مضطر لو لم يأكل مات، فإن كان صاحب هذا الطعام غير مضطر إليه فإنه يأخذ منه قدر ما يسد رمقه ولو لم يستأذن صاحبه، يعني هذه ضرورة. أما إذا كان صاحب الطعام حالته مثل حالة هذا مضطر إليه فتقدم ضرورة مالك الطعام على ضرورة غيره. نعم. لأن صاحب الطعام سواء بالضرورة وانفرد بالملك. نعم. أشبه على حال الضرورة. نعم. مسألة. وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه. وإن كان صاحب الطعام مستغنيا عنه فإنه يأخذه ويتناول منه ما يبقي عليه حياته، لكن بالثمن، ما هو مجاني، بالثمن إذا قدر يسدد له ثمن هذا الطعام. نعم. مسألة. وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه لأنه أمكن الوصول إليه برضا صاحبه. نعم. قال القاضي فإن لم يبيعه إلا بأكثر من ثمن مثله فاشتراه بذلك لم يلزمه إلا بثمن مثله لأنه صاحب. يعني لو أن صاحب الطعام تشدد وقال ما نبايعه، أنت الحين مضطر ولا عندك شيء، نبايعه عليك إلا بثمن مرتفع، فإنه يشتريه ولكن عند التسديد ما يسدد إلا قدر قيمته، أما ما زاد عنها فإنه لا يسددها، يسدد قدر قيمته فقط. نعم. لم يلزمه إلا بثمن مثله لأنه صار مستحقا له بقيمته. نعم. فإن كان عوضه معه دفعه إليه وإلا بقي في ذمته. نعم. ولا يباح للمتلف من مال غيره إلا ما يباح له من الميتة. يعني قدر الضرورة فقط. نعم. قال أبو هريرة قلنا يا رسول الله ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذا اضطر إليه؟ قال يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل. يأكل قدر ما يبقي عليه حياته ولا يحمل معه شيء،
لأن هذا توسع في مال الغير من غير ضرورة. نعم. مسألة، فإن منعه منه أخذه قهرا ورمنه له متى قدر. إذا منع صاحب الطعام فللمضطر أن يأخذه منه قهرا للضرورة، لأن هذه ضرورة، ويضمن له قيمته، يضمن له قيمته. نعم. مسألة، فإن منعه منه أخذه قهرا ورمنه له متى قدر على مثله أو قيمته. نعم. وذلك لأن صاحب الطعام إذا كان مستغنيا عنه لزمه بدله للمضطر. يعني منعه بغير حق، إذا كان مستغنيا عنه لم يجوز له أن يمنعه عن المضطر، فإذا منعه فهذا بغير حق، فللمضطر أن يأخذه قهرا لكن مع ضمانه، لا ضرر ولا ضرار، لا يترك المضطر يموت ولا يؤخذ مال هذا بدون عوض. نعم. لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم ولزمه بذله له، كما يلزمه بذل منافره في تخليصه من الغرق والحرق. نعم. فإن لم يبذله له فللمضطر أخذه منه قهرا، لأنه مستحق له دون ماله، فجاز له أخذه كعين ماله. نعم. فإن احتيج في ذلك إلى قتال فله المقاتلة عليه. يعني مضاربة، إن كان ما يتمكن إلا من قتال يعني مضاربة ومغالبة فله ذلك، لأن هذا دفاع عن ضرورته وعن حياته وعن حق له أيضا. نعم. فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى الآخر ضمانه بالقصاص أو الدية، لأنه معتدي. نعم. ولا يقال أن هذا من الدفاع عن المال، لأنه في هذه الحالة ليس له أن يدافع، لأن المضطر له الحق في أن يأخذ من ماله. نعم. وإن كان أخذه بلا قصد ماله فهو هدر، كما قلنا في الصائد إذا قتل المسؤول عليه دفعا عن نفسه. وإن قتل صاحب المال الذي منعه عن المضطر فهو هدر، لأنه يعتبر صائلا في هذه الحالة، صاحب المال في هذه الحالة يعتبر هو الصائل. نعم. وإن كان أخذه إلى قتل مالك فهو هدر، كما قلنا في الصائد إذا قتله المسؤول عليه. نعم. دفعا عن نفسه ولم يمكن دفعه إلا بالقتل. نعم. مسألة، ولا يباح التداوي المحرم، قوله عليه السلام لا شفاء لأمتي. هذا إنما هو في الأكل، إباحة الضرورة إنما هو في الأكل فقط، أما غير الأكل فلا يباح المحرم. تداوي هذا لا يجوز بالحرام، ولا يقال إن هذه ضرورة، لا، الله جل وعلا ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول تداووا ولا تداووا بحرام، تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ولما سأله رجل عن الخمر يصنع منها دواء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنها داء وليست بدواء. فلا يجوز التداوي بالمحرمات. نعم. ولا يباح التداوي المحرم، لقوله عليه السلام لا شفاء لأمتي فيما حرم عليها، رواه الإمام أحمد في كتاب الأشعبة ولفظه إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء. نعم. مسألة، ولا يجوز شرب الخمر والعطش لأنه لا يروي. إذا عطش الإنسان وليس عنده إلا خمر لا يجوز له أن يشرب منه، لماذا؟ لأنه لا يروي وإنما يزيده عطشا، الخمر لا يروي ولا يدفع العطش وإنما يزيد العطش. ها؟ ها؟ الغصة يقولون لا بأس، لأن الخمر يدفع الغصة، تحقق فيه المطلوب وهو دفع الغصة، إذا ما كان عنده غيره يدفع به الغصة هذه ضرورة، يبي يموت لو ترى. نعم. مسألة، ولا يباح
ويطاف ذبح الخصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها. أما إن وجد مائعا غيرها فإنه لا تحل. نعم. لأنه حالة ضرورة. نعم. إذ لم يفعل ذلك فخاف الموت لأنها تقتل صاحبها. الغصة تخنق الإنسان يموت بها، وجرعة الخمر تدفعها تنقذ حياته، تحقق هذا، فهذا من باب الضرورة. بخلاف الشرب للعطش فإنه لا يتحقق الغرض، بل الخمر تزيده عطشا. الاصطياد مباح في كل وقت، الله جل وعلا يقول وإذا حللتم فاصطادوا، هذا إذن وإباحة من الله سبحانه وتعالى في كل وقت. إنما يحرم الاصطياد على المحرم فقط، أما غير المحرم الله أباح له الاصطياد في كل وقت ولو لم يكن لحاجة، فلا يتقيد بزمان ولا مكان. نعم. والعلماء يقولون الصيد هو من أطيب المآكل، أطيب المآكل الصيد، لأنه ليس فيه ظلم لأحد ولا اعتداء على أحد، فهو من أطيب المآكل. ولكن إذا كان يترتب عليه لهو ولعب وضياع تضيع للصلاة هذا شيء آخر، هذا لا يجوز من ناحية اللي إذا ترتب. أما نفس الصيد الاصطياد فهو في الأصل حلال. نعم. قيل للشيء هل يجوز أن أسمي وأقول بسم الله على كل صيد أصيده؟ هل تجب التسمية عند كل صيد بعينه؟ لا بد عند كل صيد معين، ما التسمية العامة ما تكفي، سمي على صيد معين. نعم. إذا رأيته ترميه وتقول بسم الله، أو ترسل عليه الجارحة وتقول بسم الله عند رؤيته. نعم. قيل للشيء إذا مات بسهمه وسهم غيره وجد من أرسله وجد من أرسل السهم الآخر وسأله هل سمى أم لا، فقال إنه قد سمى، فهل يجوز له أن يأمر الصيد؟ إذا كان الشخص الذي سأله ثقة ومأمون فلا بأس، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ ما معنى الصائل والمصول عليه؟ الصائل هو الذي لا يندفع إلا بقتله أو بضربه. الصائل هو المعتدي، هو المعتدي الذي لا يندفع شره إلا بمقاومته، هذا هو الصائل، لا يندفع شره إلا بمقاومته، إما بضرب وإما بقتل، هذا هو الصائل. نعم. فضيلة الشيخ ألا تكون الذبيحة غير المسمى عليها لا تحل لأن الشروط الثبوتية الوجودية لا يأمن من لم يفعلها، مثل من صلى بغير طهارة ثم تذكر بعد الصلاة فلا يأمن بفعله ذلك وعليه أن يعيد الصلاة؟ التسمية فيها خلاف في وجوبها على الذبيحة، عند الإمام أحمد وأبي حنيفة أنها شرط، لكنها تسقط بالنسيان لقوله صلى الله عليه وسلم عفية لأمتي الخطأ والنسيان، وفي الحديث أنه إذا نسي فلا حرج ما لم يتعمد ترك التسمية. نعم. فضيلة الشيخ هل من كان المصرعية المحرفة أو اليهودية المحرفة هل يكون من أهل الكتاب وتحل لنا ذبيحته؟ والآن من كان من أهل الكتاب ودينه محرف فكيف يكون ذلك؟ أن
كل من انتسب إلى أهل الكتاب فهو كتابي، ولو كان عندهم تحريف. هذا موجود وقت نزول القرآن، تحريفهم موجود وقت نزول القرآن. والله أباح لنا ذبائحهم وتزوج نسائهم مع وجود التحريف في كتبهم من قديم، فلا هذا لا يزيل عنهم اسم أهل الكتاب. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم من اضطر وجد ميتا حمار الأهلي في أيهما يأخذ؟ قال لك إنه مختلف فيه يقدم على المتفق، فالحمار الأهلي فيه خلاف فيقدم، قدم على الميتة. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا شد رأس العصفور بيده حتى قطع وذكر اسم الله عليه؟ حرام هذا، لأنه لم يذكه، لم يقطع الحلق ويسيل الدم، هذا يعتبر من الخنق، هذا يعتبر مخنوق، المنخنقة من أنواع المحرمات. نعم. إنما يحل إذا فرى أو داجة وسال الدم. نعم. غالبا ما يتم صيد الطيور في أماكن يوجد فيها مياه كثيرة مثل الشواطئ أو الفرات المائية، ويكون هناك مجموعة من الصيادين، وعندما يرى الصرف يطلق عليه الرصاص فتسقط هذه الطيور في الماء غالبا، فكيف يتصرف فيه الصائد؟ إن أدركها حية وذكاها حلت، وإن أدركها ميتة في الماء إنها لا تحل لأنها مشتبهة. نعم. نعم. إذا سقط في الماء وفيه حياة ومات في الماء هذا محتمل لا يحل، إلا إذا كانت الإصابة قاتلة، كانت الإصابة قاتلة هذا يغلب جانب الحل. نعم. فضيلة الشيخ، من كان واقعا في المقدرات نسأل الله العافية وجلس للعلاج، فإنه يأخذ في القليل ثم القليل، مثلا إلى أن يحدى منه فما الحكم؟ هذا من باب تخفيف الشر، ما هو من باب هذا يخفف عنه البلاء هذا شيئا فشيئا حتى يتركه، هذا من باب ارتكاب أخف الضررين على شوي شوي حتى يغادر هذا الشر نهائيا، من باب التدريج هذا لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، لو صاد الكلب المعلم صيدا وأخبره لصاحبه قبل أن يموت، لو إيش؟ صاد الكلب المعلم صيدا، نعم، وأخبره لصاحبه قبل أن يموت، فهل يجب تذكيته كما في الكلب بلا شك، بلا شك أنه إذا أدركه وفيه حياة لم يحل إلا بالزكاة ولو كان الكلب معلما. إنما يباح ما قتله الكلب المعلم إذا مات بإصابته ولم يدرك فيه حياة. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في اللحوم المستوردة التي تأتي من بلاد الخارج، علما أنه يكتب عليها مدفوخ على الطريقة الإسلامية أو ما شابه ذلك من الكلمات، وما الحكمة من عدم جواز الصيد إن أكلت منه الجائحة؟ اللحوم المستوردة مشتبهة اشتباها عظيما، فالأحوط للمسلم أن لا يأكل منها، وأن يأكل مما لا شك فيه وهو كثير ولله الحمد. إن كان في بلاد الخارج يأكل من السمك، السمك كثير عندهم يطلب سمك، وأما إذا كان في بلاد المسلمين فيأكل مما ينتج ويذبح في بلاد المسلمين، هذا الأحوط للإنسان. نعم. وأما إنه ما أكل منه الصيد يكون حراما، ما الحكمة؟ قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإني أخشى إنما يكون أمسك لنفسه، هذه الحكمة إنه ما صاد لصاحبه يصير صايد لنفسه. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى أمسكت الجارحة لنفسها، وكيف تمسك لنفسها وهي مدربة على الصيد لصاحبها؟ تمسك لنفسها إذا كانت قصدها من هذا الذي صادته أن تأكله،
هذا هو الإمساك لنفسه. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الصيد فيه جراحة قديمة ثم رمي بسهم مثلا، ألا يقال إن هذا ليس فيه شبهة لأنه مات بسبب السهم، حيث كانت الجراحة فيه ولم يمت منها؟ هذا في محل نظر، إن كان الاحتمال قائم أنه مات بالجراحة أو بالإصابة هذا حرام، أما إذا كان ترجح أو يغلب على الظن أنه مات بالإصابة هذا حلال. نعم. فضيلة الشيخ، في المسألة التي ذكر فيها أنه لا يدفع إلى ثمن مثله، هل هذا فيه إلا ثمن مثله، هل هذا فيه إباحة لتسعير السلع؟ لا، السلع ما هي بتسعر، لكن يجبر الناس على بيعها بما تساوي في السوق ولا يرفعون أسعارها، يجبرون على بيعها كما يبيع الناس، هذا هو العدل، وليس هذا بتسعير، وإنما هو منع للظلم، ظلم الجشعين، فإذا أجبروا على البيع مثل ما يبيع الناس هذا عدل ومنع لظلمهم وجشعهم. نعم. ويقول ان الشيخ، ما معنى كلمه اوابد كاوابد الوحش؟ شوارد، الاوابد يعني الشوارد. نعم. وما معنى كلمه حرام الثور؟ يعني الحران، حران البعير او الثور، انه ما يتحرك ولا يمشي، ما يمشي ولا يتحرك، اذا ارادوه يمشي ما يمشي. نعم. ويقول الشيخ، إذا كان يجوز أكل ذبيحة أهل الكتاب بلا شبهة، فكيف يكون اللحم المستورد من عندهم فيه شبهة؟ شبهة في الذبح، ما هو شبهة في ذك، يعني في كونهم أهل الكتاب، إنما نشتبه في كونهم أهل الكتاب، وإنما نشتبه في كيفية الذبح. الذبح الآن صار آلي بمكاين، ما تمسه الأيدي أو بالصعق الكهربائي، ذكاة غير شرعية، أو بالخنق، فالشك ما هو في كون ما الكتاب، الشك في كيفية الذكاة. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان مضطر للخمر بمعنى يشرب الخمر أو يموت، فماذا يحتاج على الخمر لأنه يزيد العطش ويقتضي الموت؟ لا يشرب الخمر في حال من الأحوال، إلا ما سمعتم من دفع الغصة، إذا لم يكن عنده غير جرعة الخمر فيدفع بها الغصة، ما عدا ذلك فلا يجوز تناول الخمر لأي حال من الأحوال، لأنه لا يفيده شيئا وإنما يضره. نعم. فضيلة الشيخ، يكثر في هذه البلاد استعمال رامية الحصى يصاد بها، والحصى عادة لا ينفذ المصيد، فما الحكم إذا لم تنهو الحصى تم المصيد، وغالبا ما ينفذ المصيد نتيجة الرض الذي يموت بالرض؟ هذا حرام لأنه وقيز الموقوذة، يشترط في الإصابة أن تكون بمحدد، بشيء محدد ينفذ في الجسم، إن كان ثقيلا يقتل بثقله فهذا لا يحل ما مات به لأنه من الموقوذة. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي الحكمة من إباحة صيد البحر للمؤمن دون إباحة صيد البحر؟ الله أعلم، الله أباح وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فلم يحرم على المحرم إلا صيد البر، وأما صيد البحر فهو حلال للمحرم ولغير المحرم، أما الحكمة الله أعلم بذلك، الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يحل هذا ويحرم هذا، وله في ذلك الحكمة سبحانه وتعالى. نعم. وهو أعلم بمصالح العباد. نعم. فضيلة الشيخ، قرأت في بعض الكتب أن حيوان الضبع حلال الأكل، فكيف يكون ذلك مع أن الضبع ذناب قد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب، ولكنه أباح الضبع، فيكون هذا مخصصا، فيكون تحريم كل ذناب عام، وإباحة الضبع خاص، والخاص مقدم على العام مستثنى. نعم. فضيلة الشيخ،
أنا من الذين يحافظون على سنن الرواتب ولله الحمد، وأسأل الله الكرامة والمزيد على ذلك. وسؤالي هو أني أؤخر راتبة العشاء والوتر إلى ما قبل أذان الفجر بنصف ساعة، ثم أصلي ثم أذهب إلى المسجد لصلاة الفجر، فهل عملي هذا صحيح؟ بالنسبة للراتبة عملك غير صحيح، الراتبة لا تؤخر، تصلى بعد الفريضة مباشرة. وأما الوتر تأخيره إلى آخر الليل أفضل، تأخيره إلى آخر الليل أفضل. أما الراتبة فإنها تكون على أثر الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ، سمعت من بعض الأخوة أنه قال إن مذهب أهل السنة والجماعة إما أنها مخلوقة وموجودة الآن، وإن مكانها في الأرض التي نعيش عليها في باطنها. فإذا كان هذا صحيح فأرجو الإيضاح والاستدلال، وإذا لم يكن فما هو الإجابة الصحيحة؟ الله أعلم، هذه أمور لا نعلمها من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، لكن نؤمن بأن النار موجودة الآن ومخلوقة، وأن الجنة موجودة الآن ومخلوقة. أما أن نقول النار في كذا محل كذا، هذا يحتاج إلى دليل. نعم، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول أحد العلماء إن من كان جالسا للدرس ثم أذن فإنه لا يقوم من عند الشيء لأجل الجلوس في الصف الأول، فما رأيكم؟ لا مانع إذا كان يستمع الآن، الحمد لله مكبرات الصوت تبلغ، فإذا صار في الصف ويستمع لا بأس في ذلك. طيب، يجمع بين المصلحتين، القيام في الصف وسماع العلم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.